ربنا ما خاب سيدي من تمسك بكم، أمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. وتراءى الحسين يوما بعيني طفلة وتراءى الحسين يوما بعيني طفلة عند ساعة الإغثاء، وتراءى الحسين يوما بعيني طفلة، وتراءى الحسين يوما بعيني طفلة عند ساعة الإغثاء، عند ساعة الإغثاء فاستفاقت وطالبت بأبيها، فاستفاقت وطالبت بأبيها، وتعالى الصراخ بين النساء فأتوها برأسه، فأتوها برأسه فأكبت فوقه مستعينة بالبكاء، فاستفاقت وطالبت بأبيها، وتعالى الصراخ بين النساء فأتوها برأسه فأكبت فوقه مستعينة بالبكاء، 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 شهقت شهقة فماتت عليه، شهقت شهقة فماتت عليه حين أهوت على صعيد الفناء، حين أهوت على صعيد الفناء. والله شاقت شاقة فماتت علي حين أهوت على صعيد الفناء، حركوها وما بها من حراك، والله حركوها وما بها من حراك، فنعاغ السجاد للحوراء، فنعاغ السجاد للحوراء، حركوها وما بها من حراك، فنعاغ السجاد للحوراء. قصة رقية بكربلاء، قصة عشق صاب البين، ومن صوبه ظلت تول واحتارت بين اثنين، ما بين يرضوني العدا وتقضي العمر يمي حسين، لو تمشي وتعوف غصب وكل لحظة بفراق سنين، ما ظلوم رقية، ما ظلوم رقية، عيدة، ما ظلوم رقية، إي والله قصة رقية بكربلاء، قصة عشق صاب البين، ومن صوبه ظلت تول واحتارت بين اثنين، ما بين يرضوني العدا وتقضي العمر يمي حسين، لو تمشي وتعوف غصب كل لحظة بفراق سنين، ما ظلوم مظلومة رقية، يا والد الفارق محب حين الذي يتذكر، لو ونتت لوحي الحجر من هالحجر يتفسر، وانا فقدت اكبر عشق واكبر يا ابويا واكبر
الكبار بقد الوجود محبتك وأكثر يا بويا وأكثر ما ظلومة ما ظلومة مظلومة بويا من صار عاشوري وطحت حبيبي حسين من صار عاشوري وطحت وداست عليك الغارة داستني وياك العدة وعاشور ذا أخبار اش ذا كتلة رقي مصيبتك وبس شوفتك كفارة وتحققت بس بالطشت وجهك يشع بنوارة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. إخواني الليلة حصة الرثاء أكبر من حصة المحاضرة. الليلة نريد نخلي الحصة الأكبر للرثاء باعتبار ليلة شهادة السيدة رقية عليه السلام كما وعدتكم. بس بالبداية من الآن خلنا نسوي قيام لأنه الإخوة واقفين برا ماكو مجال. رحم الله من ذكر القائمة من آل محمد. قدموا لشوية للأمام جزاكم الله خير. اللهم صل على محمد. ثانيا غفر الله لكم. ثالثا بأعلى أصواتكم. التفتوا لي بالله. قسمنا قنوت الإمام الحسن إلى محاور خمسة خمسة ورجعنا للمحور الأول في قنوت الإمام الحسن عليه السلام وهو محور أن الدعاء عند آل البيت عموما وعند الحسن خصوصا عليه السلام يحمل أبعاد متعددة مو بعد واحد كما هو الحال عندنا. هسه قلنا هذا ما نقدر نفهمه نعرفه إلا أن نبين استعمالات مادة الدعاء الأصلية في القرآن الكريم، يعني مادة دعوة شنو موارد استعمالها في القرآن الكريم. لما ألقينا ضوء على هذه المادة القرآنية لقينا القرآن استعملها في محاور متعددة مو في محور واحد. شنو هاي المحاور؟ بدينا بيها صار لنا ليلتين صحيح؟ المحور الأول إذا يتذكر الإخوة دعاء الله لعباده في الدنيا. الله يدعونا مرة إحنا ندعو مرة هو شنو؟ مرة هو يدعونا. هذا جبنا آياته وانتهينا من ذلك. ثم انتقلنا إلى محور ثاني لهذه المادة في القرآن الكريم والبارحة استفادينا منها بما يرتبط بأئمتنا عليهم السلام وهي مادة دعاء الأنبياء أدعية الأنبياء في القرآن الكريم وركزنا البارحة خصوصا على أدعية إبراهيم لذريته النبي وآله من جهة ولشيعة ذريته من جهة أخرى فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. هذا في شيعة الذرية يعني في شيعة ذرية إسماعيل وبالنتيجة رب العالمين استجاب أدعية إبراهيم على مستوى ذريته وعلى مستوى شيعة ذريته وهذا هم انتهينا من ليلة البارحة. طبعا أكو استدراكات كثيرة تجي ببالي بس وقت ماكو ما أريد نضيع وقتنا يعني وإلا أكو استدراكات كثيرة. البارحة تكلمت لكم عن
أن جعلها كلمة باقية. إبراهيم طلب واحدة من أدعية إبراهيم الذرية أنه طلب الإمامة لشنو؟ لذريتي. قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. خب طلب الإمامة ذريتي، القرآن يقول جاوبنا أجبنا، الله يقول أجبنا، جعلها كلمة باقية في عقبه، فالإمامة بقت. حس الطريف هاي المادة، مادة باقية، لما تتبع آياتها بالقرآن تجد على مستوى تفسير وتأويل الأئمة كلها مرتبطة بهم. والله كل شيء تفهولي أرجوكم، كلها مرتبطة بهم على مستوى تأويل الأئمة. تريد مصدر ما تعبك، برهان سيد هاشم البحراني، القي نظر عليه، شوف كلامي دقيقي ولا انت، بس شوية تبحث، بس شوية تعب نفسك، شوية تعب لنفسك، شوف الأئمة شنو يقولون. لا نبقى نركض برا قرطبي ورازي وما أعرف إيش وهذا وذاك، على شنو؟ إحنا عندنا جعفر الصادق، عندنا محمد الباقر، باقر علم الأولين والآخرين، خلينا نشوف أئمتنا شنو يقولون عليهم السلام. شوف الآيات اللي ذكرت هاي المادة شلون مرتبطة بالأئمة في روايات الأئمة عليهم السلام، شوفوا راجعوا. يعني بقية الله، نفس بقية الله خير لكم، لما تجي للمفسرين يقولون ظاهرة، احنا ما عندنا مشكلة، ظاهر الآية هم من قبلة اخواني ارتفتولي، وتسلسل الأحداث اللي تكلمت به الآية القبلة، بس احنا نعتقد الآية لها ظاهر فقط والآية لها باطن، احنا نعتقد لها باطن، والباطن مو مثل الصوفية ناخذ من هذا الشيخ ومن ذاك الشيخ ومن هذا المعرف ايش ومن هذا لا احنا الباطن ناخذه حصرا من أئمة آل البيت من المعصومين. هذا فارقنا عن شوفوا فارقنا عن الأشعرية، ما اريد اتكلم بصراحة، خلينا نقول ما احنا قاعد نتكلم لغة علمية، فارقنا عن السنة. السنة كل تأويل كل باطن عندهم ممنوع، الباب سدوه تماما. القرآن عبارة عن كلمة معناها، يعني كل شيء ما تفهمه بالقرآن لسان العرب مال ابن منظور الأفريقي ترجع له يحل لك المشكلة. ولهذا القرآن بهالشكل هذا يكون كتاب عادي، يعني كتاب سطحي، يعني مو كل شيء فيه، مو مثل ما يريد رب العالمين إلى نهاية الدنيا. إذا كلمة معناها راح نضيع كثير من حقائق القرآن، هاي عند غيرنا. لما تجي للصوفية بالمقابل، الصوفية فتحوا باب التأويل على مصراعيه ومن دون ضوابط، ومن دون ضوابط، ولهذا هم وقعوا في مطبات كبيرة وكثيرة. الشيعة أمر بين الأمرين، لا سدينا الباب بشكل كامل كغيرنا، ولا افتحنا بشكل كامل كشنو؟ كالصوفية. احنا باب التأويل موجود، البطون موجود، ولكن مأخوذ حصرا منين؟ من المعصومين، حصراً من المعصومين، لأن المعصومين عليهم السلام هم المطلعون على أسرار القرآن الكريم وحقائق القرآن وبطون القرآن وتخوم القرآن ومنازل القرآن وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، مو كل الناس، الذين اصطفينا، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. النبي قال لا يمسه إلا المطهرون، أصحاب التطهير في سورة الواقعة، النبي قال يطهركم. عقيدتنا عقيدة قرآنية، لا مثل ذولة لا مثل ذولة، ثنيان هم مو صحيح. احنا النمرقة الوسطى هي الصحيح. هسه هذا كلام أنا قايله سابقا على المنبر مكرر، أعترف أنه مكرر، أقول بالنتيجة ظاهر الآية قبلة كما قال المفسرون ما عندنا مشكلة، بس احنا نعتقد الآية إلها ظاهر وإلها شنو؟ باطن. ظاهرها صحيح باطنها صحيح، وأكو جسر اشتراك بين الظهر والباطن، هكذا نعتقد وهذا الصحيح. هسا بقية الله خير لكم، المفسرون شنو يقولون؟ يقولون بقية الله خير لكم، هاي الأموال تأخذوها من الحلال يا قوم شعيب، الأموال تأخذوها بالحلال، لما يصير عندكم مش أعبر إيفاء بالميزان مو تطفيف، تأخذون كم فلس بالحلال أفضل من أكثر منهن بالتطفيف والحرام. هذا الحلال القرآن عبر عنه بقية الله، هتش يقول المفسرون في تفسير الآية، ظهر الآية ما عندنا مشكلة بقبلة، كل مشكلة، وفعلا هي الآية نازلة شعيب وقوم شعيب، ومشكلة قوم شعيب هو النقص بالميزان، كل مشكلة ما عندنا، ولكن نكتفي بذلك؟ لا،
بقية الله خير لكم. أئمتنا قالوا الحجة الإلهي هو البقية، هو بقية الله خير لكم، بقية الله خير لكم، الحجة الإلهي. هسه شنو الربط بين ظهر الآية وبطنها؟ أكو ربط دقيق جدا بس يحتاج وقت. هسه مثلا هاي مورد من موارد هاي الآيات في البقية أنها مرتبطة بآل البيت. أعطيكم مورد آخر، أولو بقية ينهون عن الفساد. أولو شنو؟ بقية. الأرض ما تخلو من أولي بقية، دول شغلهم ينهون عن الفساد ويدعون للشنو؟ للخير، للحق، للإصلاح. ذول الأولو بقية لا يخلو منهم زمان. هذه الحقيقة القرآنية نفس المادة بقية. إذا أريد نترجمها لرواياتنا الشريفة عن النبي وآله، لا تخلو الأرض من وجود الحجة. القرآن يسميهم أولو شنو؟ بقية، ينهون يعني لا تخلو الأرض من وجودهم، لا تخلو الأرض من وجودهم، الأرض من وجودهم ما تخلو. ذولا أولو بقية كل موجودين، أولو بقية نفسهم بقية الله. أعطيك مورد ثالث لآيات هذه المادة، أنتوا وياي لو عفتوني. أعطيك مورد ثالث، الباقيات الصالحات. ارجع للمفسرين يا ابا، شنو الباقيات الصالحات؟ مفسر يقول البنات. الشنو؟ البنات باقيات صالحات. الله لما يرزقك بنية، البنية القرآن يعتبرها شنو؟ من الباقيات الصالحات. هاي الباقيات. مفسر، مفسر ثاني يقول الباقيات الصالحات الصلاة، خير عند ربك الصلاة. أئمتنا قالوا الباقيات الصالحات ولايتنا. الباقيات الصالحات شنو؟ ولايتنا. هسه أكو ارتباط بين ظهر الآية وبطن الآية؟ نعم. لا تريد تقول لي البنات باقيات صالحات، خو ذرية الأئمة كلها اجت منين؟ من الزهراء. الزهراء بنت وهي سيدة النساء سلام الله عليها. تقول لي الصلاة الباقيات الصالحات، البارحة اتفقنا القرآن وين ما يتكلم عن إقامة الصلاة يربط إقامتها بمن؟ بذرية إسماعيل، ارتبطت بهم. كتأويل للآية بينه الأئمة الأطهار عليهم السلام، قالوا بصريح العبارة الباقيات الصالحات شنو؟ ولاية. هسه هذا مورد ثالث للمادة، ومو مورد ثالث يعني آية ثالثة، وثلاثة إنها مرتبطات بمن؟ بأهل البيت مثل ما قلت لكم. أعطيك مورد أخير رابع، بقية مما ترك، هسه إن لم تخني الذاكرة، موسى وهارون. بقية مما ترك آل موسى، إيه خو بالنتيجة شنو البقية اللي تركها موسى وهارون وآل موسى وهارون؟ شنو البقية؟ قالوا عصا موسى، قالوا مثلا إلى آخره، الألواح، الألواح، العصا، وهلم جرة، هاي هي البقية. خو أئمتنا عليهم السلام قالوا خصائص الأنبياء وما كان عند الأنبياء من خاتم سليمان، من عصا موسى، من شنو بعد؟ ها، التابوت فيه سكينة من ربكم أحسنتم، وإلى رسول الله سيد الأنبياء. أمتنا قالوا هذا كله عدنا يوم، قالوا هذا كله إحنا ورثناه، كل هاي البقية إحنا ورثناه. تقرؤون في زيارة لسيد الشهداء عليه السلام، السلام عليك يا وارث التوراة والإنجيل. الزيارة المشهورة، يا وارث آدم، يا وارث نوح، يا وارث موسى، يا وارث عيسى، ورثهم بالعلم، ورثهم بالمعاجز، ورثهم بهاي الأمور الخاصة اللي كانت عندهم، ورثهم ورثهم. في زيارة من زيارات الحسين، السلام عليك يا وارث التوراة والإنجيل. يعني أمير المؤمنين يقول لو ثنيت لي الوسادة لأفتيت أهل التوراة بشنو؟ بتوراة، التوراة عنده يعني، وأهل الإنجيل بإنجيلهم. خو إذا كانت البقية توراة، إنجيل، عصا، خاتم، ألواح اللي هي التوراة، كلها موجودة عند أهل البيت عليهم السلام. أقول لما اتبعت موارد هاي المادة لقيتها كلها مرتبطة بيهم، يوم مرتبطة بيهم كل. الآن جبت لك أربع آيات وأنا ما أتذكر كل الآيات. أكو كلام كثير حتى بأدعية الأنبياء وحتى في مجال إبراهيم، ومن ذريتي أريد إمامة إلهم
قال جعلها كلمة باقية. وهاي الآية خليها مورد خامس، كلمة باقية لإمامة في عقب إبراهيم من خلال إسماعيل تحققت في النبي وآل النبي عليه السلام. صار خمس موارد لهاي المادة كلها مرتبطة بالنبي وآله عليه السلام. أكو كلام كثير، كلام كثير. خب انتهينا من المحور الثاني لهاي آية استدراكات، اعتبرها استدراك البارحة. انتهينا من المحور الثاني لهاي المادة وهي دعاء أو أدعية شنو؟ الأنبياء. المحور الثالث دعاء الناس، دعاء الناس الله في الضر لما يصيبهم ضر دعانا. خمسة دعوا الله مخلصين له الدين، أربعة. خمسة قلنا دعاء الأقوام الماضين لله تعالى وكيفية هذا الدعاء، الطرق اللي دعوا بها، صحيح ولا؟ البارحة بينا الطرق ولا؟ وهذا خلانا نبين الطرق المقبولة بالدعاء حتى نستفيد منها، تضرعا خفية خوفا طمعا رغبا رهبا، أما يجيب المضطر اضطرارا فنادى في الظلمات. هسه أي ظلمات؟ هنا هم أكو كلام بين المفسرين، أي ظلمات؟ لأن هاي المادة من تتبعون مواردها بالقرآن، فما تعبكم في هذا الحكي. هاي المادة من تتبعون، أنا اتبعت مواردها بالقرآن، لقيت الظلمات. طبعا لما ترجع العلماء اللغة يابا شنو الظلمات، يقول هو عدم النور لغة. الظلمات هو شنو؟ هو ايش يقولون بعد؟ الظلمة عدم النور، ايش يقولون؟ خب اصطلاحا شنو الظلمات؟ يقولون الجسم اللي ما يقع عليه نور وهو قابل لتقبل النور ويظهر من خلال النور، إذا ما اجى عليه النور هاي نعبر عنها شنو؟ ظلمات. ما عندنا مشكلة. هاي المادة كقرآن إذا نجمع آياتها إيش نلقى؟ نلقاها على قسمين، فنادى في الظلمات يونس، وإحنا دعاء الأنبياء. هاي المادة إذا نتبع آياتها بالقرآن، يعني مادة ظلمة مثلا، إذا أريد نتبع محاورها المتعددة في القرآن، إذا أريد نتبع مواردها في القرآن الكريم، نلقاها على قسمين. باوعولي على شنو؟ قسمين. خصوص الظلمات، خصوص الظلمات مو الظلم، خصوص الظلمات. وإن كان الإمام الباقر عليه السلام يقول ما نصه، باقر علوم الأولين والآخرين، يقول ما نصه: الظلم في الدنيا ظلمات في الآخرة. هكذا يقول باقر علم الأولين والآخرين: الظلم في الدنيا شنو؟ ظلمات في الآخرة. وذولا أصحاب الظلم بالآخرة لما يغرقون بالظلمات يقولون لأهل البيت: انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. طونا معودين غرقنا بالظلام، إذا أخرج يده لم يكد يراها كما يقول. ظلمات بعضها فوق بعض. يا معودين أنتوا أهل النور، طونا شوية من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. بعدين فضرب بينهم بسور. هسه الظلمات لما تتبعها قرآنيا تجدها على قسمين. القسم الأول ظلمات فكرية معنوية، القسم الثاني ظلمات حسية. يونس لما يقول فنادى في الظلمات، القرآن لما يقول عن يونس فنادى في الظلمات، يا ظلمات الحسية، مو أعوذ بالله ظلمات الفكرية المعنوية، أعوذ بالله. يونس نبي من الأنبياء، والأنبياء يمثلون، يعني الأنبياء هم مثل نور الله في الأرض، صحيح ولا؟ زين مثل شنو الظلمات المعنوية الفكرية الكذا والحسية؟ وشنو الظلمات الحسية اللي كان بيها يونس ودعا الله؟ انتبه لي، حتى إحنا هم ندعو الله بهذه الكيفية. أقول لك بالبداية خل أبدي لك بالظلمات المعنوية. شلون القرآن الكريم يقول مثلهم كمثل الذي استوقد في البقرة نارا فلما أضاءت ذهب الله بنورهم وتركهم في شنو؟ وتركهم في شنو؟ في ظلمات. هاي تركهم في ظلمات للمنافقين، ظلمات حسية لو معنوية؟ معنوية. ظلمات يعني ظلمات النفاق، ظلمة النفاق معنوية لو مو معنوية؟ معنوية. أو كصيب من السماء، آية أخرى بنفس البقرة، الآية بعد هاي الآية، أو كصيب من السماء فيه شنو؟ ظلمات. هاي ظلمات معنوية لو مو معنوية؟
مو معنوية مو حسية. مورد ثالث، الله ولي الذين آمنوا شنو؟ يخرجهم شنو؟ من الظلمات إلى النور. من الظلمات إلى النور، الظلمات المادية لو المعنوية؟ المعنوية، ظلمات الذنوب، ظلمات الآيات قبل النفاق. لما اتبعت الظلمات المعنوية بالقرآن لقيت الكفر ظلمات، النفاق ظلمات، الذنوب ظلمات، الشهوات شنو؟ ظلمات. و و و حب الأنا، أنا أنا ظلمات. هذا اللي يقول آني بس آني وأتحدى، القرآن كان يقولها ظلمات. الموحد ما يقول آني، فرعون قال أنا ربكم، نمرود قال أنا أحيي، إبليس قال أنا خير منه. أما الموحد قل هو، مو أنا، قل هو الله أحد. الموحد يقول هو، أما الأناني يقول شنو؟ أنا ربكم. ظلمات، القرآن أنا يعتبر ظلمات، هذه ظلمات معنوية. أما الظلمات الحسية، القرآن يعبر ظلمات البر والبحر، ظلمات البر، بر وليل، ظلمة يا مو ظلمة؟ ظلمة حسية لو مو حسية؟ ظلمة حسية بعدنا، مو قضية معنوية يعني، مو فكرية. كذا جعل لكم النجوم إن لم تخن الذاكرة لتهتدوا بها من ظلمات البر والبحر، من ظلمات، هاي مو معنوية. حتى الكافر يهتدي بنور النجم، أحسنتم، ظلمات البر والبحر، ظلمات الليل، شلون؟ وجعل الظلمات والنور، وجعل الظلمات والنور. هنا الظلمات المفسرون يقولون ظلمات الليل، والنور نور النهار مثلا. ظلمة الليل، ظلمة البر والبحر. بعد القرآن تكلم عن ظلمات ثلاث في خلق الإنسان، ببالكم فكرة عنهن يوم؟ ما ببالكم فكرة عنهن. القرآن لما تكلم عن خلق الإنسان تكلم أنه يمر بظلمات، شنو؟ في ظلمات ثلاث. هسه شنو الظلمات؟ أنا وياك مرينا بين كل إحنا، شنو الظلمات الثلاث؟ شنو الظلمات الثلاث؟ ظلمة البطن، ظلمة الرحم، ظلمة المشيمة. هاي القرآن يعبر عنهن في ظلمات شنو؟ ثلاث، بطن، رحم، مشيمة، ثلاث ظلمات. هسه تقول لي أنت جبتنا دعاء الأنبياء أو مو دعاء الأنبياء، جبتنا بالمحور الرابع أو المحور الخامس اللي هو محور شنو؟ كيفية الدعاء، مو صحيح؟ من قبل الماضين، وجبتنا مثل من الأمثلة يونس فنادى في الظلمات، لحد الآن ما افتهمنا، درينا حسية بس يا ظلمات. هاي الثلاث في خلق الإنسان؟ الجواب كلا. القرآن ذكر ظلمات ثلاث بخلق الإنسان، بطن، مشيمة، رحم، وذكر ظلمات ثلاث كان بيها يونس، هاي غير خلق الإنسان. فنادى في الظلمات، يا ظلمات مال يونس، ظلمة الليل واحد، ظلمة البحر اثنين، ظلمة بطن الحوت ثلاث. فنادى في الظلمات، كلام كثير. فيظهر أكو إشارة بالآية أنه إحنا كون نستغل ظلمة الليل الحسية مثلا، نستغلها للدعاء، للانقطاع إلى الله والطلب. يونس نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك، القرآن بعدين يقول فاستجبنا له. يظهر الليل إلى خصوصية للدعاء، الليل إلى الزمان إلى ارتباط بالدعاء، والمكان له ارتباط بالدعاء. المهم هذا المحور هم خلصنا منه، البارحة بدينا بالمحور السادس، وقتي خلص. وأنا الليلة كان ببالي هواي أستشهد بالإمام الحسن، جاي يعني صحيفة الإمام الحسن، أريد أستشهد من أربع أدعية خمسة بدعوة الحسن إلى الله، حتى كلامنا يرتبط بالحسن وإحنا بليالي الحسن، تسليط الضوء على أدعية الحسن. اختاريت فد أربع أدعية، خمس أدعية للحسن، من خلالها نبين دعوة الحسن إلى الله تعالى. باعتبار البارحة وصلنا بالمحور السادس من مادة دعوة في القرآن الكريم، وهو محور الدعوة إلى الله. محور شنو؟
خوف. خلي بدقيقة حتى نروح للمصيبة. الدعوة إلى الله البارحة قلنا عبر محطات، الدعوة إلى الله وهي محور من المحاور التي استعملها القرآن لمادة دعوة. ملاحظ نفس هذا المحور بمحطات عدة. أول محطة: من هم الداعون إلى الله في القرآن الكريم؟ البارحة جاوبنا يوم ما جاوبنا؟ جاوبنا. شنو كان الجواب؟ واحد: أنبياء أئمة، داعيا إلى الله بإذنه وسراجا النبي، داعيا أئمة، أدعو إلى الله على بصيرة النبي، أنا ومن اتبعني علي. فالنبي يدعو إلى الله، علي هم شنو؟ يدعو إلى الله. هذا قلنا المورد الأول. أي الأول؟ المورد الثاني البارحة قلنا المؤمنون يدعون إلى الله، ولتكن منكم أمة شنو؟ يدعون شنو؟ يدعون إلى الخير، يدعون إلى الخير. المؤمن هم يدعو إلى الله، بس المؤمن يأخذ دعوته من النبي والأئمة. ولهذا دعوة النبي والأئمة لله أعظم من دعوة المؤمن. يوم مو أعظم؟ أعظم. البارحة مورد الثالث للدعوة إلى الله قلنا الجن يدعو إلى الله. لما إجى للنبي وسمع القرآن رجع القوم قال أجيبوا داعي الله. فمثل ما الإنس أخذ من النبي وآله ودعا إلى الله، الجن هم أخذ من النبي وآله وشنو؟ ودعا إلى الله. بس تبقى الدعوة الأعظم لله هي دعوة النبي وآله أو الأنبياء والأوصياء، حتى الكلام يكون شكل أشمل. زين حتى أزود معلومات اللي أنا ودي بس شيء أقوله هيك بسرعة بدقيقتين. لا مو براحتي، عندي وقت أنا مقيد، وليلة وقية عليه السلام تكون مصيبة طويلة. بقى بس ثلاث دقائق قلبي ما ينطيني ما أزود كم معلومة بعد، فثلاث دقائق بعد ونروح للمصيبة. دعوة الأنبياء والأوصياء أعظم من دعوة الناس العاديين أو الجن كما بالمورد الثالث. كيف؟ أبين لك بسرعة بسرعة، وبكرة شوية نفصل بسرعة. أعظم من خلال موارد، من خلال أدلة إيش تعبر عنها، من خلال محطات ما أعرف إيش تعبر عبر. واحد: دعوة النبي وآله هي الأولى، ودعوة المؤمنين من بعدهم إلى الله تكون هي الدعوة شنو؟ الثانية. والسابقون السابقون أولئك شنو؟ أولئك المقربون. يعني السابق عادة يكون شنو؟ إيه مو قضية فقط مقرب، السابق عادة يكون أفضل، السابق عادة يكون شنو؟ أفضل. دعوة النبي وآل لله، الأنبياء والأوصياء لله، تكون أسبق من دعوة المؤمنين، ولهذا هي أفضل، لها أفضلية أو شو تعبر السبق. هذا من جهة. من جهة أخرى، الأنبياء والأوصياء بدعوتهم إلى الله جل وعلا اعتمدوا على طريقين قلما يعني يجتمعن في غيرهم بشكل صحيح دائما. قاعد أحاول أخليها دقيقة جدا، أخلي لها قيود أصير كلش دقيقة. شلون؟ الطريق الأول الحجة والدليل والبرهان، الطريق الثاني السيف إذا اضطروا إليه. الدليل والحجة والبرهان أولا، يعني الأصالة، هيك خلينا نعبر، الأصالة للدليل والحجة والبرهان والإقناع، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة. وآخر الدواء شنو؟ الكي كما تقول العرب. قلما يجتمع أنه الدعوة إلى الله بمكانها صح، والدعوة للقتال من أجل الدعوة إلى الله بمكانها صح لغير النبي والإمام. النبي والإمام على طول المسيرة بالأمرين هم على صواب دائما وأبدا، ولذلك دعوتهم تكون أفضل من دعوة شنو؟ غيرهم. هذا الأمر الثاني اللي يدل على هذه الحقيقة. وهناك أمور أخرى كثيرة، مثلا أعطيكم أمر ثالث أخير بسرعة، ما عرفتوني، أمر ثالث أخير بسرعة يدل على نفس هذه الحقيقة. نفوس الأنبياء والأصفياء وأرواح الأنبياء والأولياء، خلي أعبر، أو الأوصياء، نفوسهم أرقى
وأرواحهم أنقى من المؤمنين. هذا اللي يكون نفسه أرقى وروحه أنقى يكون تأثيره بالناس هم شنو؟ أكثر أحسنتم. هذه هم من جهة شنو؟ ثالثة. بقى شيء أخير أقوله بسرعة. شوفوا أخواني، النفوس على ثلاثة أقسام. النفوس على شنو؟ نفس كاملة، أو البداية خلي أقول نفس ناقصة. نفس ناقصة وهي نفوس عموم الناس وتحتاج إلى من شنو؟ يكملها. اثنين، درجة أعلى، نفس كاملة بس غير قادرة على إكمال الغير، كنفوس بعض الأولياء مثلا، بعض المؤمنين مثلا، ما أعرف. ثلاثة، نفس كاملة وقادرة على إكمال نفوس الآخرين، يعني هي كاملة من حيث الذات وقادرة على إكمال نفوس الآخرين. هذا القسم الثالث، نفوس الأنبياء والأوصياء، ولهذا دعوتهم تكون أعظم. يوم مو أعظم، أعظم دعوتهم تكون أعظم. وعلى هالأساس هذا الإمام الحسن دعا إلى الله. الإمام الحسن على وجه الخصوص دعا إلى الله، الجواب نعم. شلون؟ بكرة مباشرة أبين لكم مصاديق ذلك في أدعية الحسن على وجه الخصوص. السنة ما لي شغل بالروايات الشريفة، السنة أريد نركز فقط على شنو؟ على أدعية الإمام الحسن حتى ما نظلمها. دعوة الحسن إلى الله من خلال أدعية الحسن عليه السلام، هذا ما أؤجله إلى الليلة الآتية إن شاء الله تعالى. جيد. طبعا مجلسنا بأهل فضيل، بأهل عليم، بسادة، بمشايخ فضلاء، بخطباء، أنا أتجاسر بحضورهم حقيقة، وما أصلح أن أكون تلميذا للحاضرين بكل صدق يعني، ولكن من باب إذا أمرناكم فافعلوا. الإمام الصادق في وصول الكافي يقول للهشام بن الحكم، يقول له سويت عمر بن عبيد بالبصرة؟ قال لساني لا يعمل بين يديك يا ابن رسول الله، أنا ما أقدر أحكي بحضورك، لساني ما يشتغل بحضورك. قال يا هشام إذا أمرناكم فافعلوا، يعني الامتثال خير من الأدب. من هالباب نحكي، مو أكثر من ذلك. الليلة ليلة السيدة رقية عليه السلام، ليلة السيدة رقية عليه السلام. مش أقرأ على السيدة رقية، ما أدري. هاي السيدة اللي كانت مأذية عمتها هواي، وايد مأذية عمتها، 3 سنين عمرها، والحسين أمن بنياته يم عمتهم زينب، قالها ذولا يعني الأطفال البنيات الكذا النسوان كلهن أمانة برقبتك، أنت مسؤولة عنهم. طبعا الأمانة كبيرة حقيقة، هواي كبيرة يعني، الله يعين زينب واقعا. شنو زينب؟ ما أعرف والله، ما أعرف. عجيبة هذه السيدة، ما أدري، عجيبة هذه السيدة والله. هاي الطفلة قريبة من عمتها، 3 سنين عمرها، بنية تحتاج رعاية كذا، أبوها راح، أخوتها راحة، شنو حالها يعني؟ طفلة منكوبة يعني. هاي الطريق كله تسولف ويا عمتها عن أبيها الحسين، عمي يصير أشوف أبويا الحسين، يجي يوم أشوف، يقول إيه يجي يوم تشوفين أبوك الحسين، شو وقت؟ يقول إن شاء الله في يوم من الأيام تشوفين الحسين، تلتقين بأبوك في يوم إن شاء الله، وفعلا تلتقي بأبيها في يوم. وهاي الطريق كله هجي هي ويا عمتها زينب، أذي عمتها زينب، العائلة وصلت للخراب. زينب قلت للنسوان، قلت لي النسوان انت تحبن زينب يوم تحبن زينب، بنحب زينب. قال اذا تحبن زينب اريد شان الليلة تنامن حتى اني استراح، لان انا ما انام الا اخر وحدة بي شان تنام، ما اقدر انام، انا اخر طفلة تنام يا الله نام. فانت اذا تحبن زينب نامن حتى اني هم شوية انام ارتاح. الخرابة ما بيها سقف بس بيها حيطان، الخرابة بيها حيطان تسترنا عن عيون الناس، بس سقف ما بيها، ما تسترنا عن الشمس،
بس احنا راضين بالشمس، المهم تسترنا عن عيون الناس. خوي عين الناس امضى من السهام. خوي عين الناس امضى من السهام، وارجى من اللي يلبس ستر الظلام. ستر الظلام ومن تنام الناس عيني ما تنام. يا بعيني ما تنام، انطر عيالك من عيون الحرام، وعلى ذاك الخدر يا ابن ام السلام. المهم تقول له اهم شيء الناس ما يشوفونه ابا عبد الله، المهم الناس ما يشوفونه. المقصود ناما علويات. الشاعر يقول خرابه خرابه واظلم نار البنيه. اسمع هذا الحكي. خرابة والظلم نار البنية البنية، ومن كثر التعب ونت رقية رقية ونت، وباجي من الأيتام باجي من الأيتام، ومن كثر التعب ما قدرت تنام. عم النوم ما يجيني ما أعرف ليش. يا بخرا من قدر التعب ما قدرت تنام، آي الشام آي لوعة الشام. عيدوا يا عليك الحسين، لأن زيد العابدين يقول الشام 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 ثلاث مرات. يا بو من كثر التعب ما قدرت تنام، آي الشام آي لوعة الشام. آي الشام والله يا لوعة الشام، هاي تصيح متني وذيك ديه. هاي متونه توجعها، ذيك ايديها توجعها، ما يقدرن ينامن. العلويات ما يقدرن ينامن. الله اكبر. يا با من كثر التعب حنن وناحن حنن وناحن، وكل وحده بكتر يا ويلي طاحن. والله طاحن طاحن عود الضيم باكر يستراح، وبعد الليل ما كل بالثنية. عمّة نامن يقول ما أقدر أنام. عم نامي والصبح فجر جريب جريب، وباكر جروحي تشوف الهن طبيب. شلون حكي بالله عليك هذا؟ توعدكم ابنيات صغار؟ عم نامي والصبح فجر جريب، تقول هم توني توجعني ما اقدر انام يا عم يوجعني. عم نامي والصبح فجر جريب، وباكر جروحي تشوف لن طبيب. جاوبت عمتها بالون والنحيب. شنو؟ جاوبت قالت لها الليلة أكو عندي لقاء موعد الليلة. عم قومي خلنا عدل دارنا خلنا عدل دارنا نعدل دارنا خرابة يا دارنا. عم قومي خلنا عدل دارنا، خاف على الغفلة ويطب خطار. الليلة عندي خطار، أنا خطار بالخرابة الليلة، يجيني خطار خلنا عدل الخرابة حتى نستقبله. عم قومي خلنا عدل دارنا دارنا دارنا، خاف على غفلة ويطب خطارنا. والله خطارنا خطارنا نذر عندي لو أبو يزار. أويلي عليك. جابتها مولانا زينب قعدتها يمها، اسم الله حبيبتي شبيك عمري، نامي تعي يمي. قول نيمة النسوان بقت رقية نيمتها زينب عليها السلام، نيمتها ارتاحت زينب. بعديها مدري ترتاح شوية، باكر وراها دخل الديوان، باكر وراها ما ادريني. المهم بس خلت بس نامت، بس غمضت عيون زينب، بس خلت راسها على التراب، غمضت عينها وإذا بيها تسمع صوت عم زينب. عم زينب هذا بالحسين، هذا بالحسين، هذا أبويا جا أبويا. قامت زينب، هاي رقية
شبيك عم اسم الله اسم الله شبيك؟ قالت لها ابويا اجاني ابويا اجاني. التقيت بابويا عم اسم الله شنو اجاك؟ قالت لها اقول لك ابويا اجاني عمه ابويا يقول لي تعاي يقول لي تعاي اجاني ابويا. عمه اللي تقعدين النسوان تسوي النامل لا تقول هذا ابويا كان يمي عمه ابويا قال لي تعاي شنو؟ بنيتي نامي الاطفال راح يقعدون. اقول لك ابويا جايني. المهم قعدت النساء قعدت الاطفال صارت ضجه ما الخبر؟ قالوا له امير وحده من بنات الحسين هاي تريد ابوها ابوها جايه. قال لهم ما عندنا مشكله راس ابوها موجود انطوها راسها. انت بعمرك بعمرك طفله تبكي سكتوها براس مقطوع بعمرك سامع؟ الطفل يسكتوه بلعابه الطفل يسكتوه بحلويات الطفل يسكتوه. انت بعمرك سامع طفل يجيبوا له راس ابوه مقطوع سامع؟ الله اكبر يا ابا عبد الله. قالوا دزوا لها راس ابوها جابوا لها الراس مقطوع بطشت. الشاعر يقول جابوا 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 شافته من بعيد والله من بعيد وصاحت هلا براسك يا لعبي يا ويلي عليها واقعا جابوا لها مولانا الراس خلوه قبالها. والله يا اخوه كتب التاريخ تقول الله يحفظ السيد الجليل سيد علي اشرف عنده كتاب بالسيدة رقية وغيره من المؤلفين اللي ألفوا بحياة السيدة رقية ومصيبة السيدة رقية يقول فوضعت فمها على شفتي ابي عبد الله وهي تقول ابا من خضب شيبك منه أبا من قطع رأسك ويا جبهتك ليش مضروبة أنا دائما أقول هاي الحكاية أقول الطفل الطفل إذا يفارق أبوه فترة ويرجع أبوه يقوم يسولف له يقول له رحنا البيت فلان إجا عمي أنطاني هجي إجا خالي أنطاني هكذا طفل يسولف طبيعته يسولف رحنا جينا زرنا تونسنا طفل يسولف الأبوه مني فارقه رقية مفارقة أبوها فترة من 10 محرم إلى 5 صباح شافت أبوها صار نيتها تسولف له تقول له يا أبويا متوني توجعني من حاجي يا ابويا متوني تاجعني من حاجيك وضلوعي ترجف من صدلي دفتح عيونك خلى ناغيك وتزليني على مصابي وزليك تراني تحيرت يا والدي بيك صاح الامام زين العابدين عم يا زينب قومي لي اشيليها من راس الوليه ماتت الطفله من بجيه واخت انكسر قلبي علي بيت الدعاء جابوا مغسله تغسل رقيه قالت لا اغسل هذه الطفله مريضه يا شلون عرفتي مريضه الملائكه تتبرك بتراب اقدام هاي الطفله شلون عرفتي مريضه قالت جسمها ازرق متونها زرق هاي الطفله ايش بيها هاي الطفله زينب قالت لها الطفله مو مريضه ولكن يا مغزله من جله الوادم علينا يا با من جله الوادم علينا يضربونا ونشقب بدينا يا با بدينا عباس يا أخويا ولي أنا
محمد وآل سيدنا الشوكي. تتفضلون. خدمتكم خدمتكم. إلهي بمحمد وآله الطاهرين، صل على محمد وآل محمد، عجل فرج مولانا واجعلنا من خدامه من المستشهدين تحت لوائه يا رب. اللهم صل على محمد وآل محمد، واقض حوائجنا، اشف مرضانا لا سيما المنظورين منهم، يسر أمورنا، اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار، بمحمد وآله الأطهار. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم اكشف كل سوء وبلاء عن إمام زماننا وعن شيعته ومحبيه. اللهم احفظ زوار الحسين واحرسهم بعينك التي لا تنام، اوصلهم الى امامهم سالمين غانمين، وارجعهم الى ديارهم سالمين غانمين، بمحمد وآله الطاهرين المؤسسون. تقبل مجلسهم، اوصله الى امام زمانهم، اكتبه في صحائف اعمالهم، الى امواتهم، امواتكم، أموات شيعة أمير المؤمنين، علمائنا الماضين، خدام الحسين، نودي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات. ولدك بس تغلق.